لماذا النقد الأدبي؟ عودة إلى ولادة النص أو الولادة في النص. نعم. أعتقد أنك كنت تقصدين وكنت أقصد أن حياتنا عبارة عن نصوص. نعم. وإذا فهمنا المكان بوصف نص بمعنى أنه مكون من إشارات. نعم. والإشارات هذه خاضعة للتأويل. عودة إلى الطفولة. أنا أعتقد أن الطفولة بالنسبة لأي إنسان، وبالنسبة لو تذكرنا على سبيل المثال المتنبي. نعم. الذي قيل بأن يعني كان يكره ماضيه، وأنا لا أعتقد ذلك، كان يحن إلى الماضي. نعم. أيام تجري رذيولي بداري أثلة تعودي، كان يناديها أن تعود. نعم. البدايات اصطخاب مستمر. البدايات كما يقول إدوارد سعيد في كتابه الأول. نعم. الذي دشن مشروعه، أن البداية هي التي تعطي الماح عن المستقبل. نعم. للإنسان. أنا أعتقد أن الطفولة هي نوع من البارودية الساخرة، يعني بمعنى هناك فيها جزء نخجل منه. نعم. وفيها جزء نعتز به جدا، وهو والطفولة هي التي تعطي لنا الدفقة الحقيقية في أن نستمر. نعم. وتمت إشارات أو هدايا صغيرة من الكون يعني ما نشعر بها إلا بعد ما نكبر ونتأملها. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. لماذا النقد الأدبي؟ يعني إذا ترجع تقول ليش يا علي أنا اخترت النقد الأدبي؟ الواقع أنا يعني النقد الأدبي لسبب، لأن أشعر بأن النقد الأدبي هو يشبه بشكل وبآخر العبور في حديقة متشحة بالأغصان وبدون ممرات، بمعنى أن الإنسان ما يستطيع يسير فيها أو يتخذ طريق واحد. أنا أعرف جيدا، ومثل أنت ما تعرفين ومثل ما يعرف كثير من المشاهدين، أن النقد هو حقل بيني، واقع بين التخصصات. تشغله الألسنية، وتشغله الفلسفة، وتشغله أو يشغله الأدب في الوقت نفسه، والتاريخ والاجتماع والنظريات هذه كلها. كنا نقرأ، وكنا يعني كنت حينما كنت طالبا كنت أشعر بأن الدرجة الأولى أو العتبة الأولى للنص كان أني أفهم تاريخ التلقي، تاريخ تلقي النص. لأني حينما أدخل القاعة، كان أستاذ أذكره خالد، دكتور خالد سليمان، كنا نأخذ عنده مساق قراءات في النصوص الأدبية. كان يمهد للنص بالجدل الذي كونه هذا النص، بالقراءات المختلفة، المقاربات المنوعة لهذا النص. كنت أشعر كم هذا النص يتحول إلى نص مفعم ومتشح بالدلالات. جميل. دكتور راح نروح إلى عدة أماكن، ربما نوقف عند محطات الدراسة، وكيف شكلت هذه الأماكن أيضا نقاط تحول أيضا في وعيك وقراءتك للحياة، يعني من الأردن إلى واشنطن إلى بريطانيا. خل نوقف بشكل سريع كل مكان، كيف تستحضره، كيف تتأمل حضوره في حياتك؟ الارتحال عموما من مكان إلى مكان، عدة أماكن ممكن أن يرتحل الإنسان وينتقل، أنا أعتقد أن هذا أمر يعني قد يكون له أو قد تكون له إيجابيات وقد تكون له سلبيات. الانتقال ضد تجميع الذاكرة للإنسان. نعم. يجد نفسه بشكل متصل يحاول يجمع ذكرياته، يجدها تضيع باستمرار. الأردن كانت بالنسبة لي محطة أولى، كانت هي الاشتباك الأعمق مع المعرفة. كنت أدرس فيها الماجستير، كانت المكتبة أضخم بكثير، طريقة التعليم ومناهج التعليم. نعم. تغيرت. في الدكتوراه أتحدث تحديدا، أنا كنت في جامعة اليرموك، كنت أتعلم على يد أساتذة قد تخرجوا من، بعضهم تخرج من ألمانيا وبعضهم من فرنسا وبعضهم من إنجلترا ومن الولايات المتحدة ومن العالم العربي. جميل. وجدت نفسي ضمن يعني ضمن سياقات متنوعة. أنا أتحدث. نعم. الآن. جميل. عن 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 فهمي للنصوص تحديدا. جميل. بين بريطانيا وأمريكا درست، كيف تميز ثقافة الإنجليز عن ثقافة الأمريكان؟
أنا أعتقد في مسألة تعلم اللغة الأكاديمية تحديدا. نعم. في الولايات المتحدة يهتمون أكثر بالعموميات، يتركون لك الفرصة أنك تشكل معجمك. نعم. المعجم اللغوي في إنجلترا تحديدا هناك عمل آخر على مسألة المعجم، يعني هناك تقصد باختيار معجم مفيد جدا للطالب. يعني أنا أذكر مثلا في جامعة إكسيتر حينما درست هناك كانوا يحددون بشكل صارم المفردات التي سنستخدمها، وكانوا يتابعونها باستمرار. أنا أعتقد دراسة اللغة في المملكة المتحدة قد تكون أعمق إلى حد ما من الولايات المتحدة. نعم دكتور، يمكن رح نرجع إلى النقد وإلى كتبك ومؤلفاتك بين الترجمة وأيضا البحث. رح نجي إلى دكتور علي بن تميم الذي طلع على المشاهدين العرب وعرف يعني بحضور إعلامي في برنامج أمير الشعراء، لفت النظر بتواضعه، بسرعة بديهته، بتعليقات النقدية مع المتسابقين، عرفه المشاهد العربي. رح نيجي إلى هذه المحطة واللي أنا أعتبرها ربما وأكيد يعني يتفق معي الكثير من المشاهدين بأنها ربما تكون نقطة تحول أيضا في حياة الأكاديمي الدكتور علي بن تميم الذي كان يدرس في جامعة الإمارات، إلى مشروع كلمة، إلى رئيس مجلس جامعة الشيخ زايد. رح نأتي إلى أولاً إلى هذه التجربة، عضو لجنة تحكيم في برنامج مسابقة أمير الشعراء، ماذا تقول في هذه المحطة؟ الواقع أن يعني حينما عرض علي أني أدخل برنامج أمير الشعراء كنت متهيبا، لأنني أعرف أن الإعلام يعني أو كيفية تشكيل المتلقي تحديدا للصوره الاعلاميه غير محايده البتة. كنت اقول يعني انا يعني في وجودي برنامج جماهيري ضخم مثل امير الشعراء اما ان اقدم صوره سلبيه بالكامل واما ان اقدم صوره مختلفه ايجابيه. هذا كان موطن للتردد بالنسبه لي، وكونك اماراتي ايضا، كوني ايضا امثل الثقافه الاماراتيه. الواقع لكنني قررت اني ادخل هذه التجربه. انا شعرت بان حبيت التجربه دكتور بشكل كبير. نعم وجدت نفسي امتلك القدره بان اوجد مخارج للحديث حينما اتحدث عن النص. نعم. يعني كان المطلوب اني اقرا النص، استمع الى النص وأقدم حكم. نعم. يعني في أقل من دقيقة. نعم. وعادة ما تكون هذه الأحكام بدون تحضير. صحيح. فهذا كان وكناقد وباحث أكاديمي وهذا كان يعني بالنسبة لي تحدي. نعم. تحدي كبير يعني. نعم. استضافك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في فرعه بأبوظبي، قدمت ندوة حوارية حضرت فيها عن موضوع تجربتك النقدية في مسابقة أمير الشعراء. قدمك الدكتور سلمان قاصد بكلمات مكثفة وذكية تختصر علي الكثير حقيقة. قال: ناقد بارع يتعامل مع تحليل النص بشموليته المعرفية التي تقوده إلى أفاق رحبة في التأويل والكشف عن خفايا النصوص وإحالاتها بعمق رؤاه وفصاحة أسلوبه وقوة حججه، وهو يعرف كيف يميط اللثام عن المعاني بل عن معنى المعنى ويقيم مع النص كل العلاقات النقدية التي تقربه لنا متسلحا بأدواته المعرفية العديدة التي يمتلكها. أمير الشعراء، قبل قليل ذكرت بالنسبة للشاعر خفت في البداية، قلت الإعلام والضوء ربما، يعني خصوصا الناقد والأكاديمي يخاف من هذه المتاهة ربما أو هذه المحرقة أو هذه، وقد ينظر إليك البعض بأن أيضا هناك تعاطي في من المجانية أيضا، يعني أن واحد عنده مقاربات علمية يعرف مسؤولية الكلمة يحاول أن يكون محايدا وموضوعيا. قلت مزج الثقافة النخبوية والجماهيرية معا، وذهبت إلى هذه المعادلة بأن هذه المسابقة عملت هذه المعادلة لنقل المزج بين الشعبوي والنخبوي. وهنا أنا تذكرت كتاب الدكتور عبدالله الغزامي بروز الشعبي وسقوط النخبة. ماذا تقول دكتور من خلال هذه المعادلة؟ أنا يعني
أنا أعتقد بشكل أو بآخر أن هناك مخاوف عند المثقف من الإعلام. هل فعلا يعني تحققت هذه المعادلة؟ يعني هناك صورة شكلها الإعلاميون عن المثقفين، وهناك في المقابل والمثقفون أيضا صورة عن الإعلاميين، صورة شكلها المثقفون عن الإعلاميين. وللأسف الشديد عادة ما تكون هذه الصورة سلبية.